السلام عليكم، رضوان الحريري، عداء دولي، جيت مساند ماراثون الدولي لمدينة الدار البيضاء الكبرى في نسخته 13 تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصر الله. وكنشكر كل المنظمين وكل من ساهم في إنجاح هذا العرس الرياضي اللي كان مستوى جيد، وعلى رأس المنظمين السيد محمد جواري والسيد سنيني اللي بانوا على عقلية ريادية اللي قدموا وسوقوا بكل الوسائل الإلكترونية ثقافة ريادية لزرع ثقافة ريادية للجمهور البيضاوي حتى يضاهي الماراثون الدار البيضاء مستوى ماراثونات العالمية. والحمد لله كان المطاف سريع اللي خول لي رقم جيد باش نحجز المقعد ديالي في بطولة العالم الماراثون ماستر، وان شاء الله نمثل المغرب في احسن وجه. الماراثون الدار البيضاء في نسخة 13 اللي حضر لي عدائنا مغاربة وازنين وإثيوبيين وكينيين وعدائنا من كل أنحاء العالم اللي كان مستوى جيد. وكنبغي نشكر الجمهور البيضاوي اللي ساندنا على مدار السباق، وكنشكر العدائي وكنشكر أصدقاء ديالي من المدينة الجديدة، والتوفيق لكل عدائي المغاربة في حال المحافل الدولية.